أحمد عصمت عبد المجيد، الدبلوماسي المحنك والسياسي المخضرم والأمين العام الخامس لجامعة الدول العربية. ولد أحمد عصمت عبد المجيد في الإسكندرية عام 1923، ودرس الراحل القانون، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عام 1944، ثم أكمل دراسته في القانون وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة باريس عام 1951. رشحته كفاءته العلمية ليتولى في بدايات حياته منصب المستشار السياسي المسؤول عن تنفيذ الاتفاقية البريطانية المصرية بين عامي 1954 و1956، كما تدرج عبد المجيد في المناصب السياسية والدبلوماسية حتى تولى عام 1970 منصب سفير مصر لدى فرنسا، ثم تولى عبد المجيد منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بين عامي 1970 و1972، ثم منصب سفير ومندوب مصر الدائمة في الأمم المتحدة لأحد عشر عاماً بين 1972 و1983، وللراحل إسهامات عديدة للأمة العربية، حيث كان رئيس اللجنة التي تم تكليفها بإدخال اللغة العربية لغة عاملة في الأمم المتحدة عام 1974، بجانب دوره الكبير في استعادة علاقات مصر بالدول العربية التي كانت قد قطعت عقب اتفاقية كامب ديفيد. وفي 21 من ديسمبر عام 2013، توفي أحمد عصمت عبد المجيد، أحد أكثر الشخصيات احتكاكاً بمشاكل الأمة العربية وآلامها والمواقف والتحديات والأحداث التي واجهتها خلال أكثر من ستة عقود،